from the history to the future. لو تركز راح تلقى هاي العبارة باسم الكورس. واحدة من الأمور اللي نواجهها أنه أنا أشرح بيسكس أساسيات موضوع معين، لكن هاي الأمور تتغير باستمرار بمرور التاريخ. إذا أريد أني أنطي كل شيء بالتفصيل فراح أواجه مشكلة، أنه إحنا قبل ما نبدأ نكتب بروجكت حتى تكون عندنا كمية معلومات جدا كبيرة، لكن أكو أمور ضروري جدا أمر عليها، ومن هاي الأمور هي اللايف ديتا والميوتبل لايف ديتا. الكم سنة كانت هي تعتبر الحل المثالي لما أني عندي ديتا ضمن فيو موديل وأريد الفيو يسوي أوبزيرف عليها يتابعها حتى ياخذ منها الديتا، وكانت تعتبر الاركس جافا حل مثالي لنقل الديتا من المودل لاير الى الفيو مودل لاير. الان مع وجود الفلو اللي هي عباره عن ايضا فد شيء تبع نمط الاوبزرفبل اللي عندنا ستريم اوف ديتا ونسوي له كولكت، سووا تطوير الى الفلو فد شيء اسمه شيرد فلو، ومن ثم سووا تطوير للشيرد فلو الى فد شيء اسمه ستيت فلو. يعني من اقول تطوير فمجرد كلاسات تسوي اكستند للفلو الاصلي وتضيف عليه امكانيات. الستيت فلو عباره عن هوت ستريم، واحنا صار الان لما اقول هوت ستريم نعرف هذا بوضوح. اذا ما نعرف هذا بوضوح فتقدر ترجع لكم فيديو سابق وحتشوف الفكره. طيب هذه الستيت فلو بدل الان استخدامها بدل اللايف داتا، فبما انه انا عندي لايف داتا وميوتبل لايف داتا، اذا عندي ستيت فلو وميوتبل ستيت فلو. طيب خلينا نجي نسولف عن مجموعه امور. اول امر انه اني هاي الميوتبل لايف داتا واللايف داتا ممكن ما اخلي بها قيمه ابتدائيه وتكون هنا أنا قيمتها نول، والاوبزرفر راح يشوف ماكو داتا، وهذا الوضع الحالي حاليا بالويزدوم ما بها قيمه، لذلك هنا أنا ماكو فتشي باليو اي. لما نسوي كليك ورا شويه جتي قيمه فظهر عندي. الستيت فلو هذا الشيء ما مقبول، هي نول سيف، لذلك لازم تكون بها انيشال فاليو. المساله الثانيه انه احنا هنا في اللايف داتا، انا اذا اريد اغير شكل الداتا من شكل لاخر فيجب ان استخدم فتشي اسمه ترانسفورميشن، والترانسفورميشن احنا ما طرقنا له صراحه. بتقدر تسوي بيه مابينج مثل الاركس جافا والابزرفبل، لكن ما اريد اعقد الامور حاليا وخلينا ناخذ الامور ببساطتها، ولما نحتاج شيء بروجكت راح نستخدمه. اما لو نجي للستيت فلو فهي تطوير للشيرد فلو، واللي هي تطوير للفلو الخاص بكاتلن. اذا احنا عندنا كميه من الاوبريتورز اللي ممكن نستخدمها. المساله الاخرى انه هذه اللايف داتا اذا كل شويه تسوي بوست فاليو لنفس القيمه راح يحدث اليو اي ويدز له نفس القيمه من جديد. الستيت فلو خلصتنا من هاي النقطه انه انت اذا دزيت نفس القيمه من راح تسوي لها كولكت ما راح تجي قيمه جديده. اما تبقى المساله الاخيره فاللايف داتا بيها ميزه. ميزه هذه الميوتبل لايف داتا هي انه اللايف سايكل اوير. لما اقول لايف سايكل اوير فمعناها ان هذه الداتا تتحدث عندي اذا كانت هاي الداتا موجوده ضمن فيو موديل، اذا كان اني معرض سكرين معينه وهي تتحدث ممكن خارج من الابلكيشن بس باقي هو تتحدث هاي الداتا، فما راح تصير عمليه الاوبزرف اثناء ما اني ما عندي او ما ظاهره الشاشه عندي. اما في الستيت فلو فباي ديفولت هي مو لايف سايكل اوير، وراح نحتاج لمجموعه تحويرات. يعني انت شنو اللي يصير، انت عندك بالفلو عمليه كولكت، باللايف داتا عمليه اوبزرف. فانت لما تسوي كولكت هنا ممكن انه انت بالكولكت تتحدث قيمه باليو اي وانت اليو اي ما ظاهره على الشاشه، هذا ممكن يسبب مشكله واكو لها حلول راح نتطرق لها بوقت لاحق. طيب خلينا نجي نطبق فشي بسيط. هذا الكرنت يوزر حاليا عباره عن ميوتبل لايف داتا، راح اجي احولها مجرد الى ميوتبل ستيت فلو، وهنا أنا اكيد هذا راح يكون عباره عن ستيت فلو فقط بنفس الطريقه. طيب هاي الميوتبل ستيت فلو ما راح تشتغل الا ننطيها قيمه ابتدائيه، وانا هي ميوتبل ستيت فلو راح تكون اليوزر، وحتى اجيب اليوزر فانا كنت اروح للريبوزيتوري دوت جيت كرنت يوزر فاجي اخذ هذا
واقول له انه هاي الانيشال فاليو بالستيت فلو. طبعا جدا مفيد الحالات الستيت باليو اي، هذا بعد ما احتاجه. اذا بهذا الشكل انا حولت من لايف داتا الى ستيت فلو، لكن قلنا اكو اختلافات، عملت الابزيرفنج تختلف، ومن هاي الامور اللي لازم نهندلها. طيب الان لو تروح الى الاكتيفيتي مين دوت بايندينج راح تشوف انه فيو موديل دوت كورنت يوزر اللي هو عباره عن ستيت فلو اوف يوزر شغال تمام. اذا الستيت فلو شغاله مع الداتا بايندينج وممكن نستخدمها. كل هاي الامور راح ترجع اختيارات لنا. احنا عندنا RX جافا وصار عندنا الكاروتين والكاتلن فلو اللي اشوفه افضل من عندهن والى مستقبل الابليكيشنز. نفس الشيء بالنسبة لللايف ديتا حاليا شغالة، هي لا ديبريكيتد ولا اي شيء، لكن ممكن يكون المستقبل للستيت فلو. كل هذا راح نشوفه باستخدامنا الابليكيشنز حقيقية، لكن ضروري جدا انه انت تكون نظرة، لان يعني بالغالب راح تجي تقرأ انت كودز الديفلوبرز اخرين سامبلز مال جوجل وراح تشوف بها استخدام الستيت فلو، فراح تقول اه شنو هذه وانت بعدك ما متعلم. لكن تفاصيل اكثر لما نجي نشتغل اكثر، لان اذا نطب الموضوع اكثر فانت راح كمية المواضيع اللي راح تشوفها ما راح تكون يعني راح تكون شيء جدا مزعج. المهم حبيت اراويك شيء انه يعني هذا الميوتابل ستيت فلو اللي هو اكستند للستيت فلو وايضا للامبلمنت الستيت فلو وللشيرد فلو، لان انا قلت لك انه هي تطوير للشيرد فلو، والشيرد فلو فهو راح يكون تطوير للفلو كولكتر اللي هو الاساس. اذا لهنا انتهى هذا الفيديو، شكرا للمشاهده.